سي مبروك، احكي لنا كيفاش صارت القصة نتاع وفاة مهاء الله يرحمها 11 سنة، كيفاش صارت بالضبط؟ والله كيفاش صارت، أول حاجة نشكركم على الإضافة اللي استضفتوني لهنا. واجب واجب، مش مشكل، مرحبا بك. بنتك هذه الوحيدة؟ لا، أنا عندي زوز بنات. زوز بنات، هي بنت برك. هي الثانية يعني. أي هي الثانية. هي عمرها 11 سنة. أي. تقرا فين؟ في المدرسة البطاح. بين المدرسة والدار فما واد. ما بين المدرسة والواد فما واد. بين المدرسة والواد فما واد، بين المدرسة؟ بين المدرسة والدار تاعي أنا ثم واد. أي. باه. الواد هذا شكيت عليه أنا برشا. شكيت صار. شكيت عليه الواد هذا. من وقتاش وأنت تشكي؟ برشا. سنوات. ما مقارب 16 سنة ولي نشكي عليه. والبنية ملي بدات تقرا وهي تشق في الواد. تشق في الواد كيما كاك. وديما خايف عليه. معناها نهزوا فيها خرجوا فيها ديما كاك، معناها احنا نقولوا هذاك حد عمرها، هي عمرها انت العمر وفاء ندي فيها انا، ندي فيها انا ونرجع فيها باه تتشق به الواد في الشتاء في الصيف في الصيف في كل شيء ما تقراش اما في الشتاء. اي هي نورمالمون كي ما تقراش ينجم يكون المدير ما يخليش التلامذة ما يخرجهمش التلامذة هذوك في فصل العاصفة هذيك اللي هي سير عاصفة قوية ياسر. واضح. يخليهم في المدرسة. يخليهم في المدرسة. هو يخرج فيهم. هم خرجهم التلامذة هذوما منهم بنت هنايا ثم ابنيات عمرهم 7 سنين و9 سنين معاه. خرجهم وحدهم في الشتاء هذيك والعاصفة هذيك. في العاصفة هذيك. اي. كي طاحوا تحت بنت هنا رغوا البنات هذوك. تحت في الواد. تحت في الواد. تحت بنتك. ماكش معاها أنت. اي. اي. لا لا 100 متر على الواد راهو بنتي. أنت تخزر. اي. تتفرج في بنتك كيفاش تحت في الماء. تفرج فيها أنا. كيفاش هزها الماء قدامك. جت هي والبنات كيما هكاش وفات منها فاتتني أنا. اي. رغوه البنات ما مشيتني ما نجمش ننقذها ما نكذبش ما نجمتش هي من تحت ماتت تحت ديريكت بلح الماء تحت طول ماتت خاطر هيك تحت ضربت في راسها لان الجمجمه هذه تاع راسها هذه جت على حجره معناها تقصد جت على حجر آه. البقعه داخل البقعه عاليه برشا سنقط لوت هاك والماء يصب صبان هاك كي هبطت هبطت في السنقط قدام عينيك قدام عيني والله مشهد فهمتني ربي صبر يعني هذه أول حاجة تقصير من السيد المدير هذا اللي هي معناه مدير المدرسة مدير المدرسة هذا إيه؟ إنه ما ماما يسيبهمش وكانت تصير كيرث أخرى ثانية معاه وليد أخر كان زعمة توفى بعد في إيه؟ حالة البرد كنت مش تكبر الكيرث إيه؟ بعد لقاو الجثة نتاعها على بعد 300 متر من مكان سقوطها إيه؟ 300 متر شكون لقاها الشعب ثم الشعب ولاد الحومه كلهم 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 جات الحمايه المدنيه وكل شيء الحمايه ما جاتنيش خلاص ما تجيش ابون والله ما جات الحمايه ما تجيكش البحيره الحمايه ما تجيش الحمايه كيفاش ما تجيش؟ اتصلت بها جندوبه ما تجينا نحن الغاديك اتصلت انت بالحمايه المدنيه؟ اتصلنا بها من الحمايه مشكورين ان كان رجال الامن هم اللي وصلوا قبل الحمايه وقبل كل شيء الحمايه وصلت مؤخرا الحمايه ما جاتش خلاص أبو قالوا لهم القوه رم القوه البنايه رجعوا من نص الطريق اه واضح ما كملوش جولي لقيتوها وحدكم الامن ولا نحن حمايه نحن الحمايه لقيناها نحن جبدناها نحن واضح نزلت لها 100 متر على الواد الكبير هذايا وكانت تمشي للبراج طول ما عادش ما عادش تلقيها يصعب انت جبنه يصعب لا